اولها ازاي برمجيه اتعلمها تعليميه ازاي؟ هي تبقى شرح على سي دي اقدر اشرحه لاي مجموعه انا او اي خلاص؟ جزء خلاص؟ ايه هي المحتويات بتاعت الموضوع بتاعنا الدوره وهنعرف كل واحده كل محتوى من بالتفاصيل مش. فانا عندي ده وهقولها تاني زي كده وتصميم التعليم ونماذج التصميم ومراحل انتاج البرمجيه التعليميه وازاي نعمل سيناريو ونكتبه وتنفيذ البرمجيه وانتاج البرمجيات التعليميه. هنعمل ماده تعليميه رقميه. دور نستأذنكم، نعلم أن هناك مشكلة وأن هناك تقطيع على ما يبدو في الصوت، نرجو تحمله. ده اللي يهمني. فلو احنا دلوقتي التصميم يهمني ركز عليهم عشان ما اشرحش نظري خلاص هم مين والجزء بتاع اعداد البرمجة السادة الزملاء بعد اذنك يا دكتور محمد. السادة الزملاء مشكلة الصوت ترجع الى السيجنال الانترنت عند الدكتور محمد. إذا كان عندكم مشكلة في الصوت هنعمل فوتنج حالا، بس هنعمل فوتنج حالا على الصوت. لو طلع عدد اتفضل يا دكتور. الصوت مش مسموع خالص يا جماعة، الصوت أنا سامعه كويس جدا بتاع دكتور محمد. هنعمل فوتنج على الصوت حالا. اللي الصوت سامعه كويس يكتب واحد، اللي الصوت مش سامعه كويس ما يكتبش حاجة. هنشوف كام واحد كتب واحد، أو دكتور محمد ممكن يعمل فوتنج حالا من الفوتنج تولز خلاص، والا هنلغي المحاضره. كويس جدا. ما ينفعش يطول المحاضره الناس، انا سامع الصوت كويس، فما ينفعش واحد بس او اثنين او ثلاثه نفضل نكتب الصوت في مشكله. انا سامع الصوت كويس، لما كان الصوت بيقطع كنت بقول ان هو بيقطع، لكن حاليا الصوت في تقطيع ولكن مش زي الاول، بتسمع فتره وبعدين ممكن يحصل تقطيع ناتج من سيجنال الانترنت في مصر. صوتي انا واضح لان انا داخل معاكم من السعوديه، انا بكلمكم حاليا من الرياض مش من مصر، عشان كده ممكن يكون صوتي واضح. تمام، نرجو تفاهم الامر وتفاهم ان في مشكله انترنت في لدى الدكتور محمد، فنرجو منكم يعني الصوت كويس ممكن يقطع بعض اللحظات. السلام عليكم. شلون يعني كده الصوت كويس؟ الناس خلاص خلينا في السكايب. يعني ماشي، الناس سامعاني نقلتها والله على كل حاجه، وكل حاجه ان شاء الله هتخرجوا من الدوره دي حاجه كويسه وهيبقى فيه. خلاص كده الناس سامعاني كويس. مني في الجزء بتاعنا مش المحتويات النظري قد ما يهمني الجزء العملي. ايه اللي هو الجزء اللي انا بتكلم عليه؟ الناس شايفه اللي قدامها دلوقتي في مهمين جدا، اللي هو الجزء الاول اللي هو ازاي نكتب سيناريو، والجزء الثاني الاعداد البرمجيه نفسها.
اللي ازاي نعد برمجيه، من تجميع صور، من تجميع صوت، من تجميع داتا، من عمل، من شغل خاص. خاص بالمونتاج، الحاجات دي كلها تهمني برضو، عشان والجزء المهم وانتاج والبرمجيه هنس تاني خرجوه لي شكل برمجي. اول برنامج اللي هو الادوبي فوتوشوب باللي يخدم نطلع برمجيه تعليميه معايا كده الناس. دول الثلاث برامج المهمين بالنسبة لنا واللي هندرسهم كويس جدا. اتكلم دلوقتي عن تصميم وانتاج البرمجات التعليمية ومراحلها ايه عشان الناس تستوعب اكتر الفكرة اللي احنا بنتكلم عنها. حلف دلوقتي بيكتموا انتاجات برمجية وكل دي هنرسل رفعها ان شاء الله على المنتدى بتاعنا عشان انا عايزة تنزلها. وانا بجهز لكم وورد شرح الحاجات دي ان شاء الله وقتها برسلها لكم باذن الله وتنزل. بس بيحمل شوية بس الملف عشان نبدأ نشرح عليه ان شاء الله. دكتور محمد نستأذن حضرتك تدي الصوت لداعم فني رقم واحد اللي انشغلنا بالصلاة ان شاء الله، الصلاة الآن في الرياض، فنتركك وداعم فني رقم واحد هيكون مع حضرتك من مصر. شوية هتتعلم حاجات كتير بس الناس ما عندهاش الصبر. السادة الزملاء الصوت 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 مش تقطيع. ابتدى الزملاء نصبر لان الصوت دوت الصوت فيه لاج، الصوت لاج اللي بيحصل في الصوت دلوقتي دوت لاج مش تقطيع. الصوت لاج معنى لاج ان انت هيوصلك الكلام اللي دكتور محمد، فنصبر وبلاش نكتب في الشات. لا، كل الناس اللي داخله بجست اكسس ما اشتركتش في الدوره. الاشتراك في الدوره عن طريق موقع الدارين التابع لجمعيه الدارين الخيريه للتعليم عن بعد www.دارين.com، تدخل وتسجل فيه. خلاف ذلك لن تصدر شهادات لاي فرد لم يتم تسجيله داخل الدوره على الموقع. شكرا. الناس معايا كده؟ الصوت كويس؟ انا بس اطمن على الصوت عشان الناس بتاعك. خلاص؟ ماشي، الناس بقى تسمعني كده ويا ريت اي اسئله في اي في خارج اللي احنا هنتكلم فيه تاجلها، وهنتكلم فيه اللي ازاي تغيير الاسم والحاجات دي كلها وهنتكلم فيه. هنعيد الحته دي تاني عشان الناس اللي قالت الجزء طاير وبتاع، انا يهمني كل حاجه الجزء العملي اكتر. يعني بمعنى اللي انت هتلاقي ناس كتير بتتكلم عن البرمجه وممكن يكونوا بيتكلموا احسن مني كمان، بس انا بنقل لك خبره شخصيه في تصميم البرمجات التعليميه، يعني عمل شغل بايدي عملته قبل كده في شركات واماكن كتيره، فانا عايز انقل الخبره الشخصيه دي ليكم ان شاء الله. فعشان كده هركز على الجزئين المهمين اللي هو الجزء الاول والجزء الثاني اللي هم خاصين، واحد اول جزء بكتابه السيناريو، تاني جزء اعداد البرمجيات اللي هي الترتيب. احنا عندنا مشكله لما بنيجي نعمل اي بروجكت، عندنا المشكله بتاعتنا اللي احنا ازاي نعمل البروجكت ده. خلاص؟ فالبروجكت ده بشتغل عليه ازاي؟ اجهزه ازاي؟ اشوف الحاجات دي كلها. الجزء الثاني مهم جدا اللي ازاي بقى ننتجه؟ ايه البرامج اللي هتساعدني ان انا انتج برمجيه تعليميه؟
خلاص دي مهمه جدا، عشان الناس بتيجي يقول لك انا عايز اعمل اسطوانه تعليميه او اعمل برمجيه رقميه، بس ما بقاش عارف البرنامج اللي بيشتغل بيه ايه. فاحنا حصلنا ثلاث برامج هتلاقيها منتشره جدا، اللي هي الفوتوشوب والدايركتور والفلاش. طبعا احنا مش هناخدهم الا اللي يخدم لنا، يخدم شغلنا، عشان الناس ما تبقاش حاطه في دماغها ان انا مثلا انا هدرس الفوتوشوب كله كامل او انا هدرس الفلاش كله كامل، لا انا هدرس اقدم بتاعي. معايا كده الناس كامله على الموقع، بتعطي الفوتوشوب فروم اي تو زد، وفي دوره فلاش، فدول ان شاء الله دورتين مكملين لدوره حضرتك. فهو الجزئين كده الحضور. هنتكلم دلوقتي على نماذج التصميم التعليمي وانواع البرمجيات، بس يحمل نبدا نشرح من سهل يحط حزهم عندي عقبال بس ما يحمل الملف، عشان برضه نستفيد من الوقت مع بعض ان شاء الله. يكتبوا في الشات وانا هاخد الحاجه. هشرح ان شاء الله الادوبي دايركتور باذن الله، هشرح لكم يعني ايه برمجه رقميه، اللي ازاي نحولها رقميه، ويعني ايه رقميه. هو احنا مش هنشتغل بلغه معينه، احنا هنشتغل باللغه اللي موجوده في كل جوه كل برنامج. يعني احنا عندنا الدايركتور ليه لغه برمجه جوه اسمها اللينجو، هدي برضو عليها شغل وهنشتغل عليها ان شاء الله. والفلاش في لغه البرمجه الاكشن سكريبت بتاعتها، هنشتغل عليها برضو في بعض حاجات في بعض النقط. خلاص معايا الناس كده. عندنا اول حاجه تصميم وانتاج البرمجيات التعليميه الرقميه. هنتكلم دلوقتي. الناس تاجل، يا ريت تاجل الاسئله بقى. خلاص بدانا الملف حمل. خلاص البرامج في اخر النهارده هقول لكم البرامج اللي انتوا هتبداوا تشطبوها عندكم عشان نشتغل عليها ان شاء الله. في عندي ثلاث مراحل مهمين لاي برمجيه تعليمية رقمية هنعملها، اللي هي مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ ومرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ ومرحلة التقويم. احنا ندرس الفايل او المراحل دي النهاردة كده باختصار، ونمشي عليها نقط عريضة، وبعد كده نبدأ نخش كل مرحلة في الوقت الجاي بقى. يعني الله ناخد حاجة لما نوصل نهائي اللي احنا نكون قفلنا كل المراحل دي وخرجنا البرمجيه اللي احنا عايزينها. انا يهمني اللي انت تخرج او اللي انت تخرجي، يعني اي شخص في الدوره ملتحق بيها، اللي هو يخرج برمجيه تعليميه رقميه، يعني يقدر يشوف شغله مش كلام نظري فقط لا كده. فاحنا عندنا اول مرحله اللي هي مرحله التصميم. مرحله التصميم دي مهمه جدا، اللي هي تحديد موضوع التعلم. الناس شايفه اللي انا شغال عليه الفايل اللي قدامي. اوكي كده خلاص، خلاص مش عايز. فعندي اول نقطة اللي هي تحديد موضوع التعلم او تحديد الفكرة. بمعنى يعني انا مثلا انا مدرس او انا راجل شغال في شركة او اي حاجة، انا عايز اعمل برمجية رقمية تعليمية، اللي انا ادرس حاجة معينة او فكرة معينة جات لي، اللي انا مثلا عندي اولاد، يعني مش شرط ابقى مدرس عشان الناس برضه تشرش، لقيت المنهج بتاع ابني عايز ادخله له في شغل مالتي ميديا بقى، يبقى شغل انيميشن بتحرك وحاجات حركه كده عشان يجذبه اللي هو يذاكر اكتر. فده دي اول نقطه اللي هي تحديد موضوع التعلم، اللي انا عندي ماده او موضوع معين عايز احوله لبرمجيه تعليميه. بمعنى انا مثلا عندي ماده تاريخ، طلبه قوي جدا على ابني او بنتي، وعايز افيده اللي هو ايه؟ احوله له لبرمجيه تعليميه سيدها يشوفها في اي وقت. هاخد الفكرة او موضوع التعلم، هناخد مثلا على سبيل المثال عندي مثلا شخصيات تاريخية في التاريخ، والشخصية مثلا صعبة على الطالب او يحب اي مادة صعبة. فده هو اول جزء عندي اللي انا بحدد الموضوع اللي انا هشتغل عليه، موضوع التعلم بتاعي، عشان بيعقب تحديد الموضوع او تحديد الفكرة اللي انا هشتغل عليها
مراحل تانية.